جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس قراءة التعامل الشهر والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. سبحان الله العظيم. أيها الأحباب الكرام، ونحن في البلد الحرام في مكة المكرمة أم القرى، عندما أتأمل هذه الآية في سورة المائدة أجد فيها العجب العجاب، معجزة إلهية. سبحان الله العظيم، كيف معجزة؟ قوله تعالى: جعل الله الكعبة تحديدا، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ترى المفسرين على قسمين في تفسير هذه الآية، فمنهم من يقول قياما للناس يعني يقوم بها أمر ضعيفهم، الضعفاء يقوم أمرهم بقيام الكعبة، لأن الفقراء والمعدمين يأكلون ويتنعمون وينفق عليهم بناء على وجود الكعبة. سبحان الله العظيم، الناس يحجون، ذلك الحاج يحج كيما يغفر الله ذنبه، فينفق في سبيل الله ويعطي ويذبح ويقدم القرابين لله تبارك وتعالى، فمن المستفيد؟ الفقراء، سواء كانوا في مكة أو في سواها من سائر القرى، لأن مكة أم القرى، فما سواها يتبعها، البنات تتبع الأمهات، فإذا كانت مكة أم القرى فإن سائر القرى بناتها وعالة عليها، هذه واحدة. النقطة الثانية، التفسير الثاني، قالوا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قالوا للناس ليس المقصود فقراء الناس، إنما المقصود كل الناس. يا سلام، كل الناس، نعم، الغني والفقير، نعم، القوي والضعيف، الحاكم والمحكوم، كل الناس بلا استثناء، نعم صحيح. طيب كيف هذا؟ حتى الكافر، المؤمن والكافر والبر والفاجر والمنافق، الكل يقوم بقيام الكعبة، فإذا هدمت الكعبة قامت الساعة على الناس جميعا، نعم هكذا. يا سلام، ما دليل ذلك؟ قال لك الدليل في نفس الآية: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام رقم اثنين والهدي والقلائد. يعني ما دامت الكعبة موجودة ومكرمة ومشرفة ويحج الناس إليها، فاعلم أن الحياة بقية. أما إذا هدمت لا قدر الله، أو توقف الحج والعمرة والهادي والقلائد والطواف بالكعبة، فاعلم حينئذ أن الأمر فظيع شنيع، وأن الوضع سيتحول إلى ما لا تحمد عقباه، سيتحول إلى قيام الساعة. قد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الساعة تقوم عندما تهدم الكعبة، نسأل الله السلامة. فمتى يكون ذلك؟ هذا في آخر الزمان، والذي قال فيه الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع، يعني كافر ابن كافر، والعياذ بالله. إذن أحبابنا الكرام، عندما أتأمل، بل إنك إذا جئت إلى مكة المكرمة ودخلت ورأيت الناس من كل الأجناس بلا استثناء، من الهند والسند وأوروبا وأمريكا والشرقس وروسيا والصين والقوقاز، شوف
يعني افريقيا، كل الاجناس، كل الاجناس، سبحان الله. الناس هؤلاء هم الناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. اذا اردت ان تفهمها على ان المقصود هم الناس، الناس يعني المسلمين، فهو صحيح. فاذا اردت ان تفهمها على ان الناس هم الفقراء، فقراء المسلمين، فهو صحيح. واذا اردت ان تفهمها ان الناس جميعا يقومون، شوف، مهما كانت الحروب، مهما حصلت حروب ونزاعات واقتتال على مر العصور، الكعبة قائمة منذ إبراهيم عليه السلام، تخيل، منذ إبراهيم عليه السلام إلى قيام الساعة. الله أكبر، الله. شوف هذا الإعجاز، لله ما أعظم هذا الإعجاز. يعني في مر العصور، شوف الحرب الآن، الحرب العالمية الأولى، الحرب الثالثة الباردة، كل الحروب، كل شيء لا يؤثر في الكعبة. الصراعات التي حصلت في الدول الإسلامية والخلافة وكذا وكذا لم يؤثر في الكعبة. مدة قليلة لا تذكر في الزمان، لما القرامطة سيطروا وكذا ولعبوا بالحجر الأسود، هذا شيء لا يذكر، شيء لا يذكر. فهو يعني لا يؤثر في الأصل الأصيل، إنما احنا نتكلم في العموم. على مر السنوات والدهور جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا، الله، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. والسلام عليكم ورحمة الله.